سجلت البلاد في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة ومتسارعة في نسبة إشغال أسرة العناية المركزة المخصصة لمرضى كوفيد-19 في المستشفيات، ليس فقط لكبار السن بل أيضا للفئة الأصغر سنا. نعم محمد، وفي ظل ارتفاع وتيرة الإصابات أكد عدد من الأطباء والمختصين على ضرورة الالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية والمبادرة في أخذ التطعيم ضد الفيروس. يناضلون من أجل إبقائه على قيد الحياة، يتنفس بصعوبة تحت سطوة الأجهزة، لم يكن يعلم أن إصابته بالفيروس الشرس ستطيحه في سرير العناية المركزة، غاب عن عالمه الخارجي ولا يعلم أحد من ذويه مصيره. هذه الصور أبلغ من الكلام، لا يشعر بالمعاناة إلا من ذاق مرارة المرض. المريض ما عم يتحرك، وإذا تحرك مع الأسف عم يتحرك بالاتجاه اللي ما بدنا إياه. الفيروس صار كتير أقوى من قبل، عم يدخل المريض، يعني كان قبل يقعد على الأكسجين أسبوع وأسبوعين، وأحيانا يتحسن ويطلع على بيقعد يوم والتاني بيصير بده تنفس صناعي. هي العبرة عفوا في الأرقام الموجودة في العناية المركزة، العناية المركزة أرقام عالية ولا زالت عالية، والاستمرارية دخول الأعداد المستشفى هذا يعني أن الأرقام اللي تدخل في العناية المركزة راح تظل عالية. المنحنى الوبائي ما زال في مرحلة الخطر، أعداد مرضى العناية المركزة ما زالت بارتفاع مستمر، الاستهتار والتراخي يضعفان جبهة الحرب ضد الوباء. هذه أشياء غلط، غلط اللي قاعد يسوونه. استهتار ما بعد استهتار، فأرجو من التجمعات والأعراس هذه اللي يكفونا في الوقت هذا، حنا بحرب. وصلنا لمرحلة الخطر في العناية المركزة، يعني هذه الأرقام اللي الواحد لازم يشوف ويعني يدقق عليها أكثر من حالات الإصابات. قد ينتاب بعض الأشخاص شعورا زائفا بالأمان بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح مباشرة، يتخلون عن اتباع التدابير الوقائية، ولائم تجمعات أعراس غير مبالين بالمخاطر. أتمنى من كل الناس أن يقدمون على التطعيم، لأن أمر طبيعي ومعتادين عليه إحنا من ولدنا. أخذت جرعة، لابد أن تتقيد بالاشتراطات الصحية وتلتزم. عند قراءة البيانات والإحصائيات ما يلفت النظر أولاً أعداد مرضى العناية المركزة والوفيات والمنحنى الوبائي بتصاعد مستمر. رغم التحذيرات المستمرة إلا أن الاستهتار هو السلوك السائد، لنلتزم ونتعاون جميعا ونقبل على أخذ التطعيم للعبور بهذه الأزمة إلى بر الأمان. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.